الاول انا اخترت النزول لان دي تاني تجربه ليا. انا نزلت قبل كده وما وفقتش، كان في عهد الـ بعد الثوره يعني، وما وفقتش، طلعت الثالث وحصلت على 17,000 صوت. لقيت الفرصه بالنسبه لي افضل المره دي. انا كان حلم بالنسبه لي ان انا اشارك في اي حاجه اقدر اغير بيها البلد عشان خاطر عيالي انا شخصيا، حتى يعني مش هقول لك بقى عشان خاطر واقعد اقول برامج والكلام ده، لا عشان خاطر عيالي. كل واحد فينا لو خاف على عياله وحاول يعمل الصح عشان عياله البلد هتتغير. فانا نازل يمكن انا اشارك في ان انا انقذ مستقبل ولاد زي ولادي ولاد ناس كتير، مش عايزهم يشيلوا الحمل اللي الجيل بتاعنا شاله. حزب المصريين احرار، يعني انا بميل، انا ليبرالي شويه، يمكن انا دايما بنزل مستقل ومتربي تربيه ان انا اقول اللي انا عايزه وما بقاش ملتزم باي حاجه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في تجربه بعد 25 يناير و30/6، كل الناس بتقول نص التجربه الديمقراطيه والاحزاب في مصر ولازم تنضم الحزب وكده. فاعتقد ان العكس مطالب كل شخص ان هو ينضم الحزب، يدور على الحزب القريب ليه شويه وينضم لطريقه تفكيره. فالمصريين احرار حزب ليبرالي، برنامجه اعتقد اللي انا قريته بيتقارب كتير معايا. لكن في الاول وفي الاخر عشان بس نبقى متفقين ونكون واضحين، اعتقد المرشحين المستقلين هم اقوى من الاحزاب. يعني انا اعتقد ان انا شخصيا في دايرتي عندي ظهير اقوى من حزب المصريين الاحرار. فبالعكس انا بمثل اضافه للمصريين الاحرار، وبتمنى ان انا اكون يعني عند حسن ظنهم برضو، لان الناس وثقت فيا، فاتمنى ان اكون عند حسن ظن الناس باذن الله وربنا يوفق. بالنسبه للوفد، هو طبعا حزب كبير واكبر الاحزاب الليبراليه واخر الاحزاب اللي مصر شافت فيها خير ايام الملك فاروق، اخر حزب كان بيحكم قبل ثوره 52. لكن تنظيميا هم كانوا حزب المصريين الاحرار ممكن يقدم لي تنظيميا شيء افضل. طبعا انا سمعت بقى نجيب سوريا مش عارف اداله ايه وبتاع، انا يعني ما فيش حد يديني حاجه. امبارح كنت عامل اجتماع في الحزب، قلت لهم انا كل اللي هطلبه منكم حاجات تنظيميه، انتوا محتاجين اي فلوس انا هديها لكم وكده يعني. فالحمد لله انا ماديا مش محتاج حاجه، من احترامي للحزب والاستاذ نجيب، لكن كنت محتاج تنظيم افضل، فهم بيقدموا لي ده. فان شاء الله بس يا رب اوصل للناس. هي الفكره ان انت توصل للناس وتوصل لهم فكرك، الناس تختار فكرك او تختار فكر غيرك، ده تقييم بيبقى للناس، لكن اهم حاجه ان انت توصل. فاعتقد المصريين الاحرار يقدر يوصلني اكتر للناس.